رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبحضور سمو الأمير سلطان بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود مستشار رئيس الهيئة وسعادة سفير المملكة العربية السعودية في الصين تركي الماضي إلى جانب وزير الثقافة في جمهورية الصين الشعبية لو شوغان، تم افتتاح معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور. وقال الأمير سلطان بن سلمان في كلمته إن الثقافة تعد عماد الدول وأساس عمرانها، وإن هذا المعرض يجسد عرقة تاريخ المملكة وأصالتها ويبرز تاريخ التعاون والاتصال بين المملكة والصين منذ القديم. في الواقع العرض في الصين له خصوصية بالنسبة للمعرض، لأن الجزيرة العربية هي محطة رئيسة على طريق الحرير البحري، وتجارة الصين مع العالم القديم حوض المتوسط ومع أوروبا كان جزء كبير منها يمر عبر الجزيرة العربية وينقل على الجمال وعلى القوافل إلى حوض المتوسط. ويعتبر متحف بكين الوطني المحطة الأولى آسيوياً والحادية عشر للمعرض بعد إقامته في 4 دول أوروبية و5 مدن في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى محطته الداخلية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد قام بافتتاح المعرض في محطته الداخلية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي بالظهران التابع لشركة أرامكو في 1 ديسمبر 2016، وأذن بانطلاقه إلى محطاته الجديدة في دول شرق آسيا بدءا من العاصمة الصينية بكين بعد النجاح اللافت الذي حققه في محطاته 9 السابقة والتي بدأها بمتحف اللوفر في باريس. هذا حدث ثقافي حضاري مهم بين المملكة العربية السعودية والصين، ويؤكد عمق العلاقات ويؤكد القدرة على التواصل بين الشعوب، سواء التواصل المباشر أو التواصل الرسمي. ويعني أعتقد من الحضور اليوم أن هناك سعادة، ومن حضور وزير الثقافة الصيني هناك اهتمام كبير، ونحن سعيدين بهذه التظاهرة الجيدة والموفقة إن شاء الله للتعريف بالمملكة وتاريخ المملكة وتاريخ الجزيرة العربية. ويشكل هذا المعرض نشاطاً رئيسياً في مسار التوعية بالتراث الحضاري للمملكة ضمن مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي أطلق في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ثم تم تأكيد ذلك بشكل خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر 2015 باعتباره مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً يعكس التطور في برامج مشاريع التراث في المملكة. ويضم هذا المعرض نحو 400 قطعة أثرية نادرة تعرف ببعد المملكة الحضاري وإرثها الثقافي وما شهدته أرضها من تداول حضاري عبر الحقب التاريخية المختلفة، وتغطي القطع الأثرية الفترة التي تمتد من العصر الحجري القديم إلى العصور القديمة السابقة للإسلام، ثم حضارات الممالك العربية المبكرة والوسيطة والمتأخرة، مرورا بالفترة الإسلامية والفترة الإسلامية الوسيطة حتى نشأت الدولة السعودية بأطوارها 3 إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. ويرعى المعرض في محطته الجديدة في بكين شركة أرامكو السعودية امتدادا لرعايتها لمحطات المعرض السابقة. خولة جبري الشريف للقناة الإخبارية من بكين.